السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة الجزائر في النمسا أو رقم السفارة الجزائرية في النمسا. رقم التليفون هو 00 4313 6 9 8 8 5 3. يبقى تاني، رقم سفارة الجزائر في النمسا أو رقم السفارة الجزائرية في النمسا 00 43 13 6 9 8 8 5 3. بكده نكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.